أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، الحوار الثاني في من القاهرة. خلال أسبوع صعيد افتتح السيد رئيس الجمهورية أول مدينة ذكية في صعيد مصر، مدينة أسوان الجديدة. الحقيقة دكتور عاصم الجزار وزير الإسكان في احتفالية افتتاح المرحلة الأولى من مدينة أسوان الجديدة وعدد من مدن الجيل الرابع خلال فعاليات أسبوع صعيد، أكد ما شهدته مصر خلال الفترة من عام أو قبل عام 2014. قال إن اتسم العمران المصري قبل عام 2014 بالتكدس بالسكان والأنشطة وفقد الهوية وتدهور البنية الأساسية، إلى أن أصبح غير لائق، بالإضافة إلى نقص الخدمات وتدني الكفاءة وطرق ومرافق متداعية. الحقيقة كمان قال وزير الإسكان في عام 2014 كنا 90 مليون وبنعيش على 7% من مساحة الجمهورية، حيث أن الأدبيات العالمية كانت تقول أن القاهرة مدينة الموتى وهي أكثر مدن العالم ازدحاما وكابوس التكدس المروري، وهذا موجود في أدبيات عالمية، مشيرا إلى أن هذا بيشكل فقر للعمران وعدم استغلال الموارد المتاحة وتوظيفها وتغيير الواقع. أوضح الوزير أن الدولة نجحت في إشغال 13.7% من مساحة الجمهورية خلال عام 2021، على الرغم من أن المخطط كان استغلال مساحة 14% من إجمالي الجمهورية في عام 2052، أي أن الدولة المصرية نجحت بامتياز خلال هذه الفترة في إشغال مساحة كبيرة جدا، بعد أن كان التكدس هو الأساسي في مدن العمران المختلفة. طيب، للمزيد برحب مع حضراتكم بضيفي في هذا الحوار السيد المهندس أحمد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد. باشمهندس منورني، أهلا وسهلا. أنا الحقيقة عايز أتكلم مع حضرتك عن الإسكان في الصعيد، سواء كان الإسكان الاجتماعي أو مدن الجيل الرابع، مدينة أسوان الجديدة التي افتتحها الرئيس الجمهورية كأول مدينة ذكية في صعيد مصر. حضرتك بتشوف هذا الجانب إزاي في حياة الصعيد، الإسكان الاجتماعي ومشروعات الإسكان بشكل عام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا مشروع الإسكان الاجتماعي كانت بدأ من 2013، النواة الأولى بتاعته كانت بالمشروع اللي هو المليون وحدة سكنية، بس هو بدأ تفعيله الفعلي يمكن من سنة 2014. وبدأت كانت الصعيد ليه حظ كبير، كانت أسوان الجديدة وطيبة وسوهاج وأسيوط ومدن الصعيد بالعامة كلها، بدأ المشروع يظهر للنور في مشروع المليون وحدة سكنية دي. طبعا الصعيد كان ليه حظ كبير، وبالأخص مدينة أسوان الجديدة طبعا، لأن هي مدينة مكدسة، ولو لاحظت ان مدينه اسوان القديمه نفسها ما فيش اتساع ليها، فهي كانت اسوان الجديده دي متنفس لمدينه اسوان. طبعا مدينه على مستوى عالي جدا، فيها شغل كتير، مشروعات الاسكان فيها متميزه، فيها كل انواع الاسكان، الاسكان الاجتماعي، وفيها الاسكان اللي هو سكن مصر، وفيها مجموعه اللي هو الشاطئ الجديد او الكورنيش الجديد المعمول على شط النيل بشاليهات وفيلل سياحيه، ويعني زي بيعتبر نقله جديده او كورنيش جديد لاسوان. دي طبعا يعني حاجه بسيطه، يعتبر هي اسوان الجديده دي بالنسبه للمشروعات بتاعه اللي تمت في الصعيد، واللي شرف طبعا سياده الرئيس بافتتاحها في اسبوع الصعيد يعني. واحنا يمكن اول مره نشوف رئيس جمهورية يقعد اسبوع كامل في الصعيد، يعني ما حصلتش قبل كده طبعا، ان الرئيس برئيس الوزراء والوزراء والناس كلها موجودة بتشوف مشاكل الصعيد ايه. افتتاح مشاريع طبعا يعني احنا اول مرة نشوفها، يعني اول مرة نشوف نحس بيها. يعني طبعا احنا كنا مثلا مشروع توشكا ده لما بدأ في عهد الرئيس السابق مبارك، وكان ليه عليه وعليه ما عليه، وقالوا ان هو فشل وفترة كبيرة. النهاردة طبعا احنا بنشوف مشروع توشكا دخل حيز التنفيذ، حيز الانتاج، بمشروع ضخم جدا بيدر دخل كويس للدولة. يعني احنا الوضع اختلف تماما طبعا بعد الاهتمام الرئاسة بمشروع توشكا، وكان في مشروع طبعا اللي هو مشروع بنبان اللي هو بتاع الطاقة الشمسية في أسوان، دي مشروعات ضخمة، المشروعات الطاقة النظيفة. طبعا في مشاريع اللي هي مشاريع حياه كريمه
في مدينة أسوان، ودي اللي هي الشرارة اللي أطلقها سيادة الرئيس من شهر 7 اللي فات. طبعا بتغير يعني وجه القرية بالكامل. يعني احنا كمشروع كشركات مولات بندخل بتبدأ بالمشروع بالبنية التحتية، الصرف الصحي بالكامل بيتعمل في القرية من الأول، مشروعات المية، شبكات المية، مياه الشرب بتجدد الشبكات القديمة وبتستكمل لو في حاجات ناقصة، مناطق محرومة بتوصل لكل القرية بالكامل. بعد كده بتدخل شبكات الكهرباء، بتوصل الكهرباء لكل الأماكن وبتزود القدرات بتاعة القرى عشان ما يحصلش انقطاع للتيار. بعد كده في شركات الرصف الطرق، بعد ما بيخلص البنية التحتية بتدخل شركات اللي هي رصف الطرق، بترصف المدينة بالكامل، القرية دي بالكامل. بعد كده مشاريع التانية اللي هي مشاريع الإسكان اللي في كل قرية، في بتعمل في كل قرية مبنى مجمع خدمات حكومية، بيبقى المبنى فيه 6 مجمعات خدمات، في شهر عقاري، في سجل مدني، في مكتب تموين، في وحدة محلية، في مركز تكنولوجي. طبعا المبنى ده متصل بالأجهزة الحكومية اللي هتبقى في العاصمة الإدارية، بحيث ان ما فيش حاجة اسمها مثلا تعالى بكرة مثلا الحاجة دي ما جاتش، لا ده انت بتتصل بتأدي الخدمة في نفس اللحظة. في مشاريع تانية بتبقى اللي هي مراكز الشباب في كل قرية، بتعمل لو مركز شباب قديم بتعمل له احلال او تجديد او بتهد وبتبني جديد. في مشاريع الوحدات الصحية المجمعة والريفية، في مشاريع الوحدات البيطرية ومراكز تجميع الألبان بتبقى اللي في القرى. في بعد كده مشروع اللي هو الجديد اللي بيتعمل في كل قرية اللي هو مشروع سكن كريم، اللي هو بيبقى مجموعة عمارات في كل قرية. بيبقى العمارة عبارة عن أرض وثلاث أدوار بثمان شقق، وكل شقة من دول بيتبني لها تحت في المكان جنب العمارة على طول، بيتبني لها زي مكان لتربية المواشي. يعني كل واحد ساكن في شقة ليه مكان تحت، لأن طبعا الناس اللي في القرى لازم بيبقى عندهم تربية المواشي، ده شيء أساسي. فلازم بيبقى ليه مكان تحت بيحط فيه المواشي بتاعته، فدي طبعا شيء جميل. طبعا اسمها سكن كريم، اسمه سكن كريم، وده احنا شغالين فيه في قرى أسوان، في إدفو، في نصر النوبة، في كل قرية بيكون فيه تقريبا كم عمارة؟ دي حسب المخطط حضرتك، حسب احتياجات القرية وحسب اللي ما بيشوف القرية كام واحد محتاج، على حسب كمان مساحة القرية قد ايه وعدد سكانها. يعني بيبقى ليها حسبة على حسب المناطق العشوائية اللي في كل قرية اللي هم عايزين يزيلوها، فبتتعمل الأماكن دي. انعكاسات ده على الناس هناك ايه يا باشمهندس؟ وانا عارف ان حاجة بتشتغل هناك، يعني من الناس اللي بتشتغل على أرض الواقع هناك، الناس بيستقبلوكوا ازاي؟ بيشوفوا رد الفعل ازاي؟ اما بيشوفوا عمليات التنمية الحقيقية على أرض الواقع موجودة، وانتوا بتعملوا الصرف الصحي، وانتوا بتعملوا محطات المية، وانت بتعمل السكن، بتغير وجه الحياة بشكل أو بآخر. طبعا هو ساعات الأول الناس كانت متخوفة، يقول لك المشروع مش هينجح، احنا ده كلام جرايد، بس لما نزلت فعلا شافت الشغل، شافت الناس شغالة في تبطين الترع. طبعا تبطين الترع ده مشروع يعني من المشاريع العملاقة، مشاريع الصرف الصحي والمية والكهرباء، الناس بدأت تقتنع، الناس لا شافت فعلا الحاجة دي على أرض الواقع، يعني ما كانتش مصدقين الكلام ده كله. تعرف الناس بتقول لك لا ده كلام اعلام، كلام جرايد، مش هيحصل، مش حدش هيجي لنا. صحيح. لكن لما شافوا الناس فعلا شغاله، الناس فعلا الشركات بدات تشتغل وبدات تنتج، وبدات الناس دي اساسا شغاله معانا في الشغل نفسه، لان احنا طبعا بتستعين بالناس اللي هو اهل القرى ديت في الشغل، فبدات الناس تقتنع. وطبعا الناس يعني لا طبعا احساسهم بالفرحه، احساسهم بالعمل، احساس مختلف طبعا عن الاول. اكيد. سكن كريم اللي بتعملوه في القرى هناك يا فندم، المساحات بتكون قد ايه؟ وانتوا هل بتعمل بس المباني وبتشطبها، ولا كمان يعني آلية العمل بتكون ازاي؟ هي العمارة بتبقى بتتبني كاملة التشطيب تماما، يعني بتشطب العمارة. بتشطب كل واحدة، بتشطب كاملة تسليم مفتاح. وفي يعني احتمال معرفش يعني ممكن تبقى مفروشة. بس دي لسه يعني ما
ما خدناش اوردر بيها يعني لسه ما دخلتش حيز التنفيذ. كمواطن صعيدي قبل ما تكون مهندس، ردود الفعل المواطن الصعيدي بعد هذه الجولة الرئاسية أسبوع للصعيد وافتتاح مشروعات متعددة في مجالات متعددة، يعني المواطن هناك بيشوفها ازاي بعد ما كان بيسمع بس عن تنمية الصعيد في النشرات وما إلى ذلك؟ لا هو طبعا الإحساس مختلف، يعني أنا لسه جاي من أسوان من يومين كنت هناك في شغلي هناك، فالوضع مختلف، الناس حاسة طبعا بالفرق، حاسة لا إن في جو، في شغل، في حركة في البلد، بدأت الوجه الحياة نفسه بيختلف في كل قرية. الناس اللي ما كانتش عندها مية دخلت لها مية، الناس ما عندوش صرف دخل له صرف. طبعا الصرف الصحي بيبقى مشكلة كبيرة صحيح مع في القرى ديت، لأن بيحصل تسريب في المياه الجوفية، وبيرجع الناس اللي بتدق آبار وبتستخرج مية، فبتبقى مشكلة كبيرة، طبعا بيشرب مية ملوثة. فدي طبعا دلوقتي الوضع اختلف تماما كده، في صرف صحي، في مية بيجيلك مية نظيفة من على بعد من محطات مية، بطلت حكايه الناس اللي تدق طرمبات وتدق بير ويطلع ميه جوفيه بتبقى مش صحيه او مش ادميه يعني. فدي طبعا اختلفت اختلاف تام. طبعا الوحدات الصحيه ديت نقله كبيره، طبعا في كل مركز في وحده صحيه متكامله فيها كل شيء، كل شيء يعني تحتاجه القريه ديت، اوضه عمليات صغيره فيها غرف كشف، غرف اسنان، جراحات خفيفه، بتبقى في اقامات مثلا لحوالي 10 اسره، يعني تعتبر مستشفى صغيره في كل قريه. السياحه في اسوان يا فندم وفي الصعيد في هذه الفتره؟ لا هو السياحه طبعا بعد افتتاح طريق الكباش اختلف الوضع تماما. يعني يمكن انا اول مره انزل اسوان ما لقيتش مكان حقيقي. والله اول مره انزل كل الفنادق كاملة العدد. يعني احنا كنا دايما متعودين بنزل في اي وقت في اي فندق انت عايزه بتلاقي يعني اماكن. لا اول مرة السنة، يعني المرة دي ما قعدت فترة ادور علشان اعرف اجمع ما شاء الله. لا يعني في طبعا حركة سياحية ضخمة جدا، وفي كل المدن يعني في غردقة وفي شرم وفي الاسوان. صحيح. انا بسأل سيادتك كمواطن صعيدي وبتشتغل في اسوان تحديدا لان الحقيقه الاقصر واسوان في الشتاء بالذات بتكون يعني قبله لعدد من السياح بشكل كبير يعني، والسياحه الداخليه برضو فيها. بهنيكم بكل الافتتاحات، وان شاء الله دايما الصعيد في حاله ازدهار دائم، مش بس في اسبوع صعيد ولكن ده توجه الدوله المصريه انه يكون الصعيد فعلا هو بؤره التنميه الحقيقيه وهو الركيزه الاساسيه في معدل التنميه في مصر زي ما قال السيد رئيس الجمهوريه. بشكرك السيد المهندس احمد عبد الحفيظ عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، نورتني في هذا الاحوال. شكرا جزيلا. وانتم مشاهدينا الكرام لكم منا كل تقدير، كل عام وانتم بخير. في أمان الله.